وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وأيوب إذ نادى ربه
فاستجب لنا صلوا على سيدنا إنه
وذنون ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونعم
ربي لا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا
وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا نعم 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 نعم
فلا يا رب يا رب يا رب يا رب
لا يسمعون حسيسنا. وهم في لا يسمعون حسيسنا. لا يسمعون حسيسنا. لا لا يسمعون حسيسنا. لا يسمعون حسيسنا. وهم فيما اشتهت أنفسهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. لا
وتتلقى وتتلقاهم الملائكة هذا يوم الذي كنتم توعدون. يا حبيبي يوم نطوي السماء كطي إجل الكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وعدنا علينا وعدنا يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما كما بدأنا أول خلق نعيد وعدنا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين
وعدنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، لا شيء يعدل الإيمان بالقرآن، فالله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمعي سكنك فيقشعر بها قلبي ووجداني آياته جل رب العرش مرفوعها قد أعجزت كل جني وإنسان والنور يغمر ما حولي ويغمرني لما أرى الله ناداني بقرآن وبعد فتر الإيمان والإسلام نسويا في لحال القرآن الكريم تلعلى مسمى حضرة القارئ جل ربيع العالم الإسلامي القارئ لجعب التلفزيون فاضلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش القارئ والمقيم بدموم مركز الجيزة بمحافظة القاهرة تليفون المنزل 02-81-72-837 ناقلنا لكم لحظة موجات الإذاعات العالية إدارة الحاج خالد الجهري من ميت العام ناقلنا لكم من داخل مخازن فراشة الذهبية الكبرى الخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد جد من ميت العام الشركة العالمية الشرعية إدارة أولاد الجهري وأولاد فايو من ميت العام.